مين الفرق من وجهة نظرك اللي عندها القدرة على تحقيق لقب أو بتنافس على لقب الدوري الإنجليزي بقوة؟ مين الأقرب للفوز بلقب البريمير ليج؟ أنا أسمع هذا السؤال دوما، ولكن هذا الأمر صعب بالنسبة لي لأقوم بتحديده. الأمر صعب، موسم صعب، دوري صعب، يوجد مانشستر سيتي، يوجد تشيلسي، ليفربول، لكن وأيضا يوجد مانشستر يونايتد في صف المنافسة، ولكن الأمر من الصعب أن أخمن من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام. طبعا خليني أسأل السؤال بطريقة تانية، هل تتوقع أنه ليستر سيتي مش بس في الموسم ده، على مدار المواسم القادمة يقدر يحقق لقب البريمير ليج؟ وإيه اللي بيفتقده من عناصر النجاح ليستر سيتي عشان يعود لمنصة التتويج مرة تانية؟ حسنا، دوري انجليزي دوري لا يصدق. الامر مختلف تماما عما حدث حينما فاز ليستر سيتي بالدوري الانجليزي. الامر الان يختلف، يوجد العديد من اللاعبين الذين تعتمد عليهم الانديه الانجليزيه، وليستر سيتي مدعوم بهؤلاء اللاعبين بالفعل، ولكن الأمر صعب نظرا للبطولات، البطولات التي ستقام في الفترة القادمة كالبطولات الإفريقية، ولكن أعتقد أن ليستر سيتي يستطيع التغلب على هذا الأمر في المستقبل.